ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. شهد أستاذ الصداقة والسلام في شتاء عام 1992 إقامة أول مباراة نهائية لمسابقة كأس حضرة صاحب السمو أمير البلاد لكرة القدم بعد تحرير البلاد من الغزو العراقي. ويا لها من صدفة جميلة، فقد جمع اللقاء النهائي فريق القادسية حامل لقب الدوري ذلك الموسم والطامح لتحقيق الثنائية في موسم 91-92 بمواجهة فريق النادي العربي الساعي لتعويض ضياع الدوري والذي فقده ذلك الموسم في الدور نصف النهائي بخسارته أمام القادسية بالذات. فكان هدف العربوية الفوز بالكأس والثأر من القادسية، كما أن الفريقين كانا متساويين بعدد مرات الفوز بكأس الأمير بثمانية ألقاب لكل منهما، والفائز سيصبح زعيما لهذه المسابقة. ونجح يومها لاعبو العربي بأن يحققوا هدفهم الكبير، حيث حققوا الكأس الغالية بعد مباراة ماراثونية امتدت إلى الركلات الترجيحية. ثلاث جزاء من خمس صدهم سمير سعيد ليفوز العربي بكأس حضرة صاحب السمو. احنا نتكلم عن نهائي 92 كان في يوم 1/4، طبعا العرف صاير ب1/4 يسمونه 1 ابريل يعني كذبه ابريل، لكن بالنسبه للجماهير العرباويه كان حقيقه وليست كذبه ان النادي العربي توج في هذا اليوم بطلا لكاس حضره صاحب السمو امير البلاد المفدى. استعداداتنا حق البطوله كانت مستعدادات كانت جيدة للأمانة، يعني يمكن الجهاز الإداري والجهاز الفني للفريق وفروا شيء الكثير حق الفريق. يمكن لعبنا ثلاث مباراتين إذا ماني غلطان، أعتقد واحدة فيهم كانت مع صليبخات، ولعبنا قبل النهائي مع الجهرة. مع الجهرة كنا متعادلين وصلت لي الركلات الترجيحية وفزنا عليهم بالركلات الترجيحية، وصلنا مع القادسية النهائي. القادسية ووصلنا للنهائي يمكن حتى الجهاز الفني كان دائما ما يحب يعمل ضغط على اللاعبين، يعني يخلي الأمور ماشية طبيعية، يعني خاصة يمكن الكابتن محمد كرم كان هو مدربنا، يعني حتى التمرين إذا أذكر آخر تمرينين يمكن كان دائما يعطينا تمارين ترفيهية، ما يبي يدخلنا أجواء، يعني يبي يبعد الضغط النفسي والشد العصبي عن اللاعبين. كانت دائما التمارين ترفيهية عشان نوصل لمباراة إحنا بكامل جاهزيتنا. يعني أول كلمة قلتها للاعبين بعد اجتماعي باللاعبين قبل التمرين للمباراة النهائية قلت لهم كلمة واحدة، قلت لهم كل تعبنا هذا اللي عملناه لهالمباراة، كل التعب الحين نتكلم عن المباراة النهائية. فخليتهم ذهنيا نفسيا بدنيا أن يستعدون لأن تعبنا هذا لهالمباراة، لهذه المباراة، المباراة النهائية. فأعتقد أنه كان استعداد جيد، واللاعبين كانوا على قدر كبير من المسؤولية وكانوا رجال أمانة. يعني أنا أتكلم قبل المباراة، يعني ما بعد قبل أن نخوض بالمباراة نتكلم عن المباراة، قبل المباراة يعني شفت استعدادهم وشفت الروح اللي موجودة فيهم. طبعاً أي فريق ما عنده طبعاً بجانب الأمور الفنية ما عنده الروح القتالية وروح الفوز والروح هذه ما عمرك ما تفوز البطولة. فأعتقد أن كانت الروح شفتها بعين اللاعبين وبتمرين اللاعبين وجدية اللاعبين داخل الملعب بجانب الأمور الفنية والتكتيك اللي كنا فيه بنلعب فيه بالمباراة. نهائي 92 كان بالنسبة لي صراحة بداية ظهوري، بداية معرفتي للجمهور، بداية معرفة الجمهور للحارس محسن العنزي. كانت مباراة النهائي سنة 92 بين القادسية والعربي، أنا كنت وقتها صراحة في مباريات دور 16 أو 8 أو دور الأربعة ما كنت الحارس الأساسي، كان الحارس الأساسي في ذاك الوقت أخوي وزميلي الحارس فيصل الشعلان الله يذكره بالخير.
فأنا جيت المباراة. طبعا هو احنا طريقنا في 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 النهائي هذه كان جدا صعب، كونك تلعب في دور تمهيدي دور 16 قدام نادي النصر، وبعدين تنتقل دور 8 تلعب قدام نادي كاظمة، دور الأربعة يعني تفوز على نادي الكويت، فطريقك كان جدا صعب في 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 هالمباراة هذه. بس أنا جيت حق المباراة النهائية كوني حارس احتياط لهذه المباراة، كان وقتها مدربنا فولا اليوغوسلافي، فكان في أخوي فيصل الشعلان يعاني من 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 ألم في ظهره، حاولوا الإخوان في الجهاز الطبي أن يداركون العور هذا ما قدروا. فقال لي المدرب وقتها، قال لي هل أنت جاهز؟ قلت له أنا ما جيت من بيتنا إلا أنا جاهز حق المباراة. فيعني تخيل أنت جاي المباراة وأنت لا تمثل أو ما راح تلعب أساسي، وتلقى نفسك في وسط مباراة جماهيرية تجمع بين فريقين كبار في ظل جمهور يعني يفوق 25,000 متفرج. إن من أهم المباريات عندنا يعني في الكويت هي الديربي يسمونها بين العربي والقادسية. بصفتي أنا كنت لاعب بالنادي العربي، كنا ننطر أو نحرص أن نتواجد في تشكيلة النادي العربي ضد القادسية لأهميتها إعلاميا وتلفزيونيا وحتى جماهيريا، وحتى يعني من مرات حتى في التمارين كنا نحرص أن ما نصاب، على أساس نحرص أن نشارك في هذه المباراة. طبعا بغض النظر ما يهمك إذا كان مستوى النادي العربي يعني في الصدارة أو في مركز متأخر، أو نادي القادسية في الصدارة ومركز متأخر، نادي العربي والقادسية تعتبر ديربي، ومباراة راح تكون جدا مهمة مثل ما تفضلت قلت لك. يعني ما ننظر لترتيب الفريقين، طبعا ترتيب الفريقين ما له دخل في مباراة العربي والقادسية، وكل لاعب يطمح أن يشارك في مباراة العربي والقادسية. دخل الفريقان الأخضر والأصفر إلى أرضية استاد الصداقة والسلام وسط أجواء حماسية مثيرة بتواجد صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح طيب الله ثراه، وبقيادة الحكم الإنجليزي برايان هيل، وبحضور جماهيري غفير كان في قمة السعادة لعودة كأس الأمير من جديد. أنا لو أتكلم عن نفسي، أنا يمكن واحد من الناس ليلتها مو نايم بعد هالسنين هذه الطويلة اللي لعبت فيها مع الفريق الأول، بس يومين جيت هالمباراة يعني حسيت يعني المباراة طول الليل ببالي، فأنا والله ليلتها يمكن مو نايم. بس لو نرجع حق المباراة، يمكن بالشوط الأول كان شد بين الفريقين، كان اللعب بين الفريقين يمكن ما كانت في فرص كثيرة حق الفريقين، المباراة كانت مسكرة يعني من الفريقين، كل فريق حاسب حساب الفريق الثاني، يعني مو معطي مجال انه يهجم، ولا ما احنا ما كنا معطين مجال فريق القادسية يهجم، ولا القادسية معطينا احنا نهجم، كانت مباراة مسكرة. الملعب كان مغبط 25,000 متفرج، انا احس اني كنت اروح مع صيحة الجمهور صراحة. فتدري انت كل لاعب يختلف عن لاعب ما يسمى حمى البداية في علم النفس الرياضي، فتلقى لاعب من أول ما يدش تنتهي رهبة المباراة، أول ما يمسك كرة تنتهي المباراة، ممكن تطول ياك إلى المباراة كلها. فأنا انتهاء المباراة بالنسبة لي يعني أو انتهاء الارتباك هذا، أول ما مسكت أول كرة وحضنتها تقريبا يمكن في الدقيقة 3 أو الدقيقة 2 انتهى، ولا كأني أحس في 25,000 متفرج، كان وضعي طبيعي مثلها مثل أي مباراة، والحمد لله هذا اللي عطاني أني أنا أكون يعني فضل الله سبحانه قدمت مستوى الكل أشاد فيها النهائي. بصفتي أنا كقلب هجوم يعني حتى قال لي يعني ما يبيني أخلي الدفاع يأخذ راحته، ولا يبيني أخلي الدفاع يبني هجمة، لازم أكون مشارك في كل هجمة، لازم حتى يبدأ الدفاع من عندي أنا. يعني كنت يبيني أضغط على محمد بنيان وناصر بنيان إنهم ما يبنون هجمة، ويعني حتى أضغط على الباك اليمين والباك اليسار يعني ما أخليهم يبنون هجمة، ناهيك عن اللاعبين النص كان محمد جاسم ومحمد مبارك وعبيد الشمري، كان يعني كنت أضايقهم. هذا طبعا بذل مني مجهود كبير، يعني المفروض أنا ما أضغط على 3-4 لعيبة يعني، بس الحماس الزايد وكذا يعني، وتوصية المدرب أني لازم أكون خط دفاع أول للنص وللدفاع.
فأعتقد أن المباراة كانت فيها ندية وفيها حماس. يمكن الأمور الفنية ما كانت ترتقي مثل ما قلت لك لمباراة الشوطين الإضافيين، لكن كان فيها روح، كان فيها حماس، الجمهور معطي جو للمباراة، كان الملعب مبتلي بالجماهير العربي والقادسية. فأعتقد المستوى الفني ما كان اللي كنا نتأمله، وكان طموحنا كأداء داخل مع الفريقين للفريقين. ورغم البداية الحماسية للشوط الأول من عمر المباراة، ورغم وجود مهاجمين متميزين في الفريقين، إلا أن نتيجة الشوط الأول أسفرت عن التعادل السلبي بسبب التحفظ الكبير من الفريقين. موسم 91-92 حكى المباراة برايان بيعطي قراره واضح أمامك. طبعا هو بداية الشوط الأولاني واستنترت الكرة واللعبة، توصل الكرة قريبة إلى العربي عسكر، تنقطع توصل بين الشمر القادسية، لعبها بياخذها حميد باشا، فاضل مطر، كرة عالية طويلة، ابنيان ناصر ياخذها براسه يلعبها، توصل محمد مبارك عبد العزيز وبيشيلها أحمد الشمري وبيطلعها برا الملعب. أوت فاول، اللعب الفاول توصل وتمر وشوت، كرة ملعوبة وشايف كرة مباشرة على طول، كرة بيحطها قوية بيحطها اللنقاوي محمد مبارك بيد الشمري محمد جاسم، كرة مع جاسم، هجمة القاسية ناحية اليمين، اللعب توصل إلى سالم ميرزا، كرة مع سالم ميرزا، سالم بيعليها كرة عالية، توصل أحمد صالح وسمير سعيد بيشيلها وبتطلع أحمد صالح، وخذ أحمد صالح مرة ماضي كرة وقف صفر ثانية، توصل كرة ملعوبة وبيحصلها يأخذها، توصل لكن في صفارة فاول، في صفارة فاول على ابنيان محمد. شوف حلوة اللعبة، خطف واحد وراحت بين أحمد صالح، شيخ سعد عبد الله، سالم الصباح نائبا عن حضرة صاحب السمو عسكر. مطر ربع ساعة 0-0 لحد الآن. شوط الأولاني كرة ملعوبة، فايز كفلي لنقاوي، هذا المطر فاضل طعها أحمد، توصل كرة قريبة وتنط لمحسن خلف حارس مرمى القادسية، أول لمسة لمحسن خلف حارس مرمى القادسية من أمام قاد عين ناصر، لعبها إلى أحمد الشمري ميرزا بالعاصمة حتى من الآن بين الشمري بيت بيت كرة عالية وحتى عمر صالح، الله الله كانت مرسومة، كانت مرسومة من عبيد الشمري لحمد الصالح. فاول عسر لعب الفاول وتوصل تشيلها محسن غانم وبيطير عليها بيشيلها محسن غانم وبيشيلها محسن غانم محسن غانم هذا يعتبر الحارس المرمى رقم 4 في المنتخب الأولمبي الكويتي. لعبة رمي التماس توصل ناحية اليمين كرة ملعوبة عبر الله، خطرة كانت كرة عرضية ملعوبة. فحتى الشوط الثاني يمكن ما اختلف اللعب عن الشوط الأول، تحس الحذر موجود، تحس ان الفريقين كل فريق ما يبي يخسر المباراة. ليمس انتهت، يمكن انتهى الشوط الاول والشوط الثاني، الشوطين الاصليين حق المباراة بالتعادل بدون اهداف، يعني حتى المباراة يمكن ما ارتقت للمستوى الفني على الحضور، على الحضور الجماهيري اللي كان موجود، بس للامانه المباراة ما ارتقت للمستوى الفني. يومين الاضافي هني بدأ، لأن بدأنا نشعر، لأن أول الشوطين لو إن كان في تحفظ شوي، يمكن كنا نهجم الفريقين كان في تحفظ، وأنا كانت عندي شغلة يمكن أتميز فيها عن القادسية مع احترامي لحارس مرمى القادسية، أعرف المرحوم سمير سعيد في الضربات الترجيحية، فكنت أفكر ما أفكر أن ألعب دفاع أن أصلا أوصل للمباراة الترجيحية، لا قصدي للضربات الترجيحية، لكن كنت يعني متحفظ مع الهجوم، يعني كنت هجوم وكنت بعد القادسية الهجمات وهذا. بس يوم بدينا الشوط الثاني، بدينا الوقت الإضافي، بدأ الشوط الأول هم كلنا نفس الشيء بالبداية، لكن في هاللحظة فاجأنا القادسية بهدف،
يعني خلاص انتهى كل شيء، يعني لازم تغامر الحين خلاص. لو سألت محمد جاسم أفضل هدف سجلته راح يجاوبك على طول مباراة القادسية والعربي سنة 92، كان من أجمل الأهداف اللي أنا تمتعت فيها من قدم أخوي محمد جاسم، كان جول صراحة يعني جول خرافي، جول إبداعي، واللي جمله صراحة إن اللي كان بالجول حارس عظيم مثل الله يرحمه سمير سعيد، حاول فيها الكرة كانت راح 90، حتى في طريقة يعني روحة سمير سعيد حق الكرة جملت الكرة، يعني خلت للهدف شيء من 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 الجمال يعني، فكان صراحة هدف يعني من أجمل الأهداف اللي أنا شاهدتها صراحة. الوقت الإضافي الأول اللي هو في الدقيقة 6 أحرز المبدع محمد جاسم هدف، أنا تراوالي يمكن حتى محمد جاسم نفسه لو تقول له عيد الهدف يمكن ما يقدر يعيده، هدف جميل جدا، واللي زاد جمالية الهدف اللي هو اتجاه سمير سعيد للكرة نفسها، وأساسا كان في غبار في الملعب فطلع غبار من الشبك نفسه، فكان هدف جميل جدا انك تسجل هدف ونهائي كاس الامير وامام حارس عملاق مثل المرحوم الله يرحمه سمير سعيد، هذا بحد ذاته طموح اي لاعب محلي عندنا في الكويت. بدايه الكوره كانت رفعه، واعتقد كان عزيز عاشور كان بيشتتها، وصلت حق محمد جاسم، يعني انا واحد من الناس ما توقعت ان الهجمه الكره اللي عند محمد جاسم يعني تصير هجمه خطره، فما بالك هدف، يعني تفاجأنا منها، يعني من نص ملعب سكنها، ويعني ما يمدي سكنها، شاءت أنا قاعد أطالعها أشوف الكرة، ولا ما شاء الله راحت بالتسعين، حتى سمير سعيد الله يرحمه حاول فيها أن يطلعها ما حصادها. واستمر التعادل السلبي خلال الحصة الثانية ليتجه الفريقان إلى الأشواط الإضافية، وفي الدقيقة 7 من الشوط الإضافي الأول حاول عبد العزيز عاشور إبعاد الكرة عن مرمى ليستقبلها محمد جاسم على صدره ويرسلها قذيفة لا تصد ولا ترد في شباك سمير سعيد معلنا تقدم القادسية. الله يا حمود يا جاسم، الله يا محمد جاسم، حتى قوية حتى قوية، في دقيقة 6 في دقيقة 6 محمد جاسم قوية على بعد حوالي أكثر من 35 ياردة، محمد جاسم حتى في الزاوية على سمير سعيد على محمد جاسم، محمد جاسم شوف 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 هي على صدره، وشوف شوف اكبر في الزاوية 90 جول في الدقيقة 6. الشوط الإضافي الثاني بدينا إحنا نتحرك مع التبديل اللي عمله الكابتن محمد كرم، سحب خالد علي ناصر، لعب خالد حافظ، أسامة حسين من باك يمين لعبه في خط الوسط، لأنه شاف الناحية اليمين النادي القادسية كان فيها إذا ماني غلطان أحمد الشمري دائما يهجم فمكانه يفضل، فهني استغل أسامة حسين، للأمانة كان تغيير جدا ناجح، أسامة حسين يمكن خلال فترة 10 دقائق اللي لعب فيها بالجنب الأيمن صارت هجماتنا كلها عن طريق أسامة. طبعا مدرب من سجلوا القادسية الهدف الأول محمد كرم سحب خالد عي ناصر ودخل خالد حافظ باك يمين وصعد أسامة حسين قدام كيلعب طرف نص يمين. صراحة بديت عن اللاعبين وما انتظرت للشوط الإضافي الثاني فيش نفس الشوط الأول، هو طبعا في كرة القدم في تكتيكين، في تكتيك فردي وتكتيك جماعي، يعني تكتيك فردي تنقل لك لاعب من مركز لمركز تبادل بينه بدون تبديل بالملعب، تحرك لاعب من لاعب، والتكتيك الجماعي تغير خطة اللعب التكتيك كله. أنا عملت الشغلتين في بعد ما سجلوا القادسية هدفهم الأول، طبعا الهدف الوحيد عقب ما سجلوا الهدف صراحة، طبعا ناديت أحمد عسكر، أنا طبعا كان يعني حاط عسكر مثل قائد داخل الفريق، لأنه دائما مباراة العربي النهائية ولا غيرها في جمهور وصوت، يعني مهما بتصرخ على اللاعبين ما راح يسمعونك، فتنادي واحد خليه هو يقول لهم هم قائد داخل الفريق وهم كلمته مسموعة أحمد عسكر،
وطبعا هو يوصلك لان ما يسمعونك لو بتوصل للاعب لاعب واحد بعيد عنك انت بجهه واللاعب بعيد عنك ما تقدر توصله. فنادي احمد عسكر اقول له فالتكتيك الفردي اللي عملته كان خالد كنا نلعب 4-4-2 تكتيك الفردي عمله كان نص اليمين خالد حافظ وباك اليمين أسامة حسين غيرت أنا فقلت حق أحمد عسكر وحتى بلغت أسامة بعد حتى ناديت أسامة نفسه وبلغت أحمد قلت أول شيء خل خالد حافظ يرجع باك يمين وخل أسامة يصير نص يمين هذا التكتيك الفردي اللي عملته أول شيء. التكتيك الجماعي قلت حق أحمد عسكر نلعب الحين 4-4-2 الحين نلعب 4-3-3 غيرت الطريقة من 4-4-2 ل4-3-3 وفعلا بدينا الشوط الأول بنمش من بداية الشوط الأول وانتهى الشوط الأول الإضافي 1-0 للقادسية. حاول العربي إدراك التعادل في الشوط الإضافي الأول ولكن دون جدوى، فقام الجهاز الفني للنادي العربي بإدخال اللاعب خالد حافظ بدلا من المهاجم خالد علي ناصر في الوقت الذي تقدم فيه المدافع أسامة حسين ليدعم خط الوسط من الناحية اليمنى. وفعلا استمر الضغط هذه، الكل شاف أسامة حسين بهجمة عنترية سواها، يعني اعتقد انه مجهود ذاتي من المبدع أسامة حسين قدر يسيطر على الكرة وقدر يمررها بطريقة بحيث انه يعني لا حارس المرمى ولا المدافعين يقدرون يسوون لها شيء، حتى يمكن فاضل المطر يعني هو واقف مكانه ما اتجه للكرة، الكرة هذه كانت ذاهبة يعني رايحة لاتجاه محدد، فكانت رايحة لراس فاضل المطر يعني، فطريقة تسديداتها من خارج القدم ما تعطيك مجال لا مدافع ولا مهاجم ولا حتى حارس المرمى أن يقدر يتحكم أو يقدر يطلع الكرة. ساعات في بعض الرفعات أو بعض تلقى اللاعب يتجه للكرة، هذه الكرة هي اللي اتجهت اللاعب، فقدر قلب الدفاع النادي العربي فاضل المطر يومها إحراز هدف التعادل. ونفس أسامة اللي حولته من باك يمين لنص يمين هو رفع كرة لفاضل المطر وسجل، فاضل المطر طبعا قلب دفاع خليته يدش، كانت كرة ثابتة بس الرفع ما كانت من كرة ثابتة، كانت كرة ثابتة دخلت فاضل المطر قلب دفاع قلت له روح حق الهيد، بس ردت الكرة ما استفدنا من الكرة الثابتة بس قبل لا تنقطع الكرة ردت حق أسامة فظل فاضل المطر قدام فرفعها لعبها أسامة حسين فسجل فاضل المطر هدف التعادل. هدف فاضل المطر جاء في الإضافي الثاني من كورنر، تقريبا كان كورنر حق نادي العربي، واحد من أخوان الدفاع شال الكرة وصلت إلى نص الملعب، نص الملعب عطوها إلى أسامة حسين في طرف اليمين، انا قبل الرفعه كنت اصيح او كنت اصوت على 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 عبيد الشمري، عبيد سكر، الكل يعرف ان عبيد الشمري ما شاء الله يملك من الحرفيه ويملك من الدهاء الكروي انه يصنع لك هجمه، ولكن عنده شيء من القصور في الدفاع، فعبيد حاول يدارك الامر هذا، حاول انه يعني يوصل الى 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 قدم أسامة حسين ما قدر. طبعا الرفعه اللي رفعها أسامة حسين لو تقول له تعال ارفعها مره ثانيه انا اتوقع ما يقدر يرفعها، ما كانت رفعه بقدر ما كانت يعني صراحه يعني بطريقه اشبه بالشوته، فانا يعني يوم جيت يعني ما لاني قادر اطلع ولا اني قادر يعني اكمل الكره ولا بد اني انا اتمركز في 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 مكاني، فلاحظت بالطرف اليمين جاي من الخلف فاضل مطر يعني حطها براسه، صراحه كان هدف جميل صدقنا ضيق خلقنا بس هم بعد حل المباراة، يعني كونك انت تلعب يعني في مباراة جماهيرية تجمع بين اندية كبار لابد انه يكون فيه هناك مثلا من يعني جول، وهم بعد لازم الفريق الثاني انه يقدر يدارك يحرز جول. الحمد لله يعني الكرة كانت جدا صعبة ما كنت اقدر اسوي لها شيء صراحة، وكان يعني توفق فيه اخوي فاضل المطر. اكثر هجماتنا وكرات العرضيه كانت في من طرف اسامه، يمكن حتى سجلنا هدف عن طريق رفعه حلوه كانت من اسامه، ما كانت رفعه كثر ما هي كانت شوته يعني مثل شوته مستقيمه رايحه، ما على يعني حتى الهدف اللي دش اللي جابه فاضل المطر بس اللهم بس حط راسه فيها من قوتها، يعني لو كرة ضعيفة ممكن ما تجيب هالطريقة، بس ليش الكرة قوية جاية ففاضل يوم حط راسه فيها كملت قوتها داخل المرمى. هني يبنى التعادل، هني طبعا ابو علي كابتن محمد كرم غير الطريقه
من 4-4-2 لعبنا 4-3-3. فاضل مطر اعتقد انها كانت كورنر وردت الكرة زين عند نص الملعب قطعها أسامة، وأسامة مثل ما أقول لك سوى فيها هجمة عنترية بصراحة، قاتل من أجل الكرة، وصل تقريبا عند خط 18 وحتى ما كان يعني موقف الكرة، كان قدامه عبيد الشمري ماني غلطان، وما رفعت الكروس العادية، رفعها من برا الرجل كذي بقوة، وكان محمد بنيان وناصر بنيان وأنا وفاضل مطر. فاضل مطر كان سابقني للكرة، يعني أنا قلت يعني إذا ما حاشت يعني فاضل احتمال أنا أصيدها يعني، وفاضل ما شاء الله حطها هدف يعني رد الروح لنا ورد يعني عزيمة الفريق. ونجح هذا التبديل التكتيكي فورا، حيث أسهم أسامة حسين بصناعة هدف الإنقاذ للعربي الذي جاء في منتصف الشوط الإضافي الثاني من خلال الكرة الرأسية التي سجل منها قلب الدفاع فاضل مطر هدف التعادل ليعيد الأمل للعربي وجماهيره. فاضل مطر كرة عرضية، أسامة اللي عزز، أسامة مفتاح اللعب، فاضل مطر يحط في الدقيقة 5-6، هم في الدقيقة 6. فلما سجلنا الهدف أنا ما وعي يعني، أنا حتى يمكن تفاجأت في محمد كرم الكابتن محمد كرم ولا هو عندي بالملعب يقول لي يأشر لي، يعني حتى وايد ناس يمكن لحد الآن يقول يسألوني يقولوا لي إيش كان يقول لك الكابتن، قلت لك عبالهم يمكن يقول يمكن يعتقدون البعض إنه باقي 4 دقائق، يقول لي ما كان يقول لي عن الوقت، كان يقول لي ارجع بنفس الطريقة اللي كنا نلعب فيها بالبداية 4-4-2، لأن يبنى جول التعادل يمكن ما باقي وقت كثير على نهاية المباراة، فخلاص يبنى جول التعادل نرجع على طريقتنا السابقة 4-4-2. وفي شغلة يعني أنا بقولها بعد، يمكن الكابتن محمد كرم يعني دربني كذا موسم، يعني سواء أيام اللي كان مساعد مدرب أو حتى يوم كان مستلم وهو على رأس الجهاز الفني، دائما أي شيء يبي يقول حق اللاعبين بالملعب كان يقول لي أنا. فرجعت أنا حتى يمكن شافوني دشيت الملعب، يعني هم اللاعبين صار التعادل قاموا اللي يروح يتباطون والجمهور، أنا ما فكرت في هذا على طول، رحت لأحمد زين أن أحمد عسكر ما راح يبوس اللاعبين وياهم، وقف في وسط الملعب، فرحت له نص الملعب دخلت، يعني هذه لو الحكم شايفني طرد المفروض ضد، فدخلت الملعب بالنص لانه ما راح يسمعني من الجمهور قاعد يشجع هذا، فدشيت الملعب فاشرت له قلت له 4، حتى اخي يمكن خالد الحربان الله يذكره بالخير كان يمكن يفكر الوقت، والجمهور كان اللي شافوا اللقطه قالوا نفكر لا الوقت ما كان باقي 4 دقائق، كان باقي اكثر، يمكن باقي 7 دقائق يوم يجيب الجول اكثر، بس انا شنو قلت له اشرت له هم ما يسمعني، فاشرت له بيدي وكلمته قلت له ارجع مره ثانيه 4-4-2، لان انا غيرت 4-3-3، فقلت له ارجع مره ثانيه 4-4-2 لان ابي اسكر خلاص ابي اوصل المباراه الترجيحيه، لان عندي سمير سعيد الله يرحمه. من اللحظات المميزة في هذه المباراة النهائية هي دخول المدرب الوطني محمد كرم وهو يركض بسرعة شديدة حتى وصل إلى منتصف الملعب تقريبا بعد تسجيل فاضل مطر هدف التعادل ليقوم بإعطاء توجيهات سريعة للاعبيه ويخرج مسرعا. كرم بيعطي تعليمات للاعبينا. انتهت المباراة طبعا بالوقتين الأصلي والإضافي 1-1، وصلنا للركلات الترجيحية، قعدنا طبعا بنص الملعب الكابتن محمد كرم ويانا والجهاز الإداري، حين أبو علي بيسجل أسامي اللي يبدون أول 5 ركلات، فلان تشوت يوافق في الثاني، طبعا هو محدد يمكن بالتمرين لقبلها بليلة بالتمرين كنا متمرين على الركلات الترجيحية، وهو محدد كابتن محمد، بس يوم صارت الصجية وقت الركلات الترجيحية في ناس هونت ما تبي تشوت، لأن شوف أول بالسابق لازم تسجل الأسماء الخمسة اللي بيشوت تعطيهم الحكم، الحين طبعا تغير القانون هذا اللي شوت يسجلون اسمه
يعني ما انت الحين ما تسجل عند الحكم الاسماء بالسابق في المباراه النهائيه هذه اللي لعبناها، وبالسابق كان ان تسجل الاسماء فسجلت الخمس اسماء. فانا يعني احمد عسكر من الناس اللي ضيعه من الخمسه واحده من الضربات الترجيحيه ما كان بده يشوت، لكن انا جسيت عندي كانوا لاعبين صغار بعد وتوهم يلعبون، فشفتهم ان عليهم شويه الخوف. وهذا الضربات الترجيحيه تحتاج شغلتين، تحتاج اول شيء ان هدوء اعصاب، هذا الشيء مهم، اعصابك هاديه، والتركيز انك ما تخاف، يعني انك تكون مركز على. فشفتي بعض الان اعصابهم متوتره، ما كانت اعصابهم هاديه، فانا اخترت احمد عسكر كان هو رافض يشوت، وانا لنت عليه على اساس اني قلت خبرته ممكن تساعدنا شويه. انا ما كنت من ضمن الخمسه اللي بشوت، انا يدري ابو علي انا قايل لك، لان انا يمكن بالبلنتيات يعني ما اكثر في كذا بلنتي ما اتوفق فيه، فلما شفت اللاعبين بعض اللاعبين ما يبي يشوتون انا قدمت نفسي قلت حق ابو علي خلاص انا اشوت، واعتقد انا شت يمكن الضربه الركله الثانيه او الثالثه ما اعتقد ماني ذاكر الثانيه واعتقد طلعها محسن العنزي وحاشت العارضه فوق وطلعت. فالحمد لله رب العالمين، يعني في هالمباراه انا قدرت اني اشيل ركلتين جزاء من اخوي احمد عسكر واخوي حميد باشا، بس انه يعني قلت لك يعني ما يكمل الفرحه، يعني لان بهالركلات توفق اخوي سمير سعيد الله يرحمه وصد ثلاث ركلات جزاء. يعني طبعا راحت مباراه لضربات الترجيح، ضربات الترجيح طبعا احنا نعرف ان ضربات الترجيح تخضع لمقاييس اخرى غير مقاييس المستويات الفنيه، ممكن لاعب ما يبدع بالمباراه ويحرز هدف، وممكن لاعب تحصل بالمباراه قدم ما لديه وابدع ويخفق. نفس اللاعب محمد جاسم يعني كان من اجمل المباريات اللي قدمها في هذه البطوله الا انه اخفق، استطاع الحارس سمير سعيد ان يقول كلمته ويثبت للنقاد ويثبت لكل من طالب بابعاد سمير سعيد عن المنتخب الوطني في تلك الفتره التصدي لثلاث ركلات ترجيحيه من ثلاث محمد، يعني احنا العاده نقول محمدين احنا نقول ثلاثه محمد اللي هم محمد جاسم ومحمد مبارك ومحمد بنيان. محمد بنيان يعني احنا مو متعودين انه يسدد ركله جزاء، لكن الرجل بكل شجاعه تقدم للكره، حتى اذكر تصريح للاعب محمد بنيان قال انا كنت محاط الكره ومتجه واسدد ركله الجزاء، فلما رفعت راسي ما شفت المرمى، شفت بس سمير سعيد قدامي في المرمى. استطاع سمير سعيد التصدي لهذه ركله الجزاء. خلاص انت ما دام وصلت مرحله ركلات الجزاء انتهى دور المدرب، دور الاداري، دور اللاعبين، بقى دور الاكبر على حارس المرمى، وهو يوم للامانه يعني في 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 ركلات الجزاء هو يكون يوم سعدك. يعني هل انت تكون مثلا مركز يعني في يوم حظك زين، يعني المشكله الاكبر انك انت امام يعني حارس يعني نجم كبير مثل 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 سمير سعيد، وانت توك يعني يا دوب طالع من مرحلة الشباب ومنتخب أولمبي، فأنت هني حارس مرمى منتخب الكويت، هني حارس مرمى منتخب الكويت الأولمبي يعني، فأنت تحاول أنك أنت تثبت لهالناس هذا أنك أنت موجود، اسمك موجود كحارس مرمى. جاءت الركلات الترجيحية مثيرة إلى أبعد الحدود وتلاعبت بأعصاب الجماهير، فبعد تسديد الركلات الثلاث الأولى كان القادسية متقدماً بهدفين لهدف، إلا أن الأمور انقلبت في النهاية لتكون الفرحة من نصيب الجماهير العرباوية. عبد العزيز عاشور، وين يحطها عاشور؟ وين يحطها؟ جول! جول عاشور! جول عبد العزيز عاشور! والآن لمحمد جاسم، رايح محمد جاسم يشوت، محمد جاسم شوت، صدها سمير. حميد باشا جول او مجول؟ ثاني واحده
مؤيد الحداد جول جول. مؤيد خبرته حطها سهلة. عسكر الثالث عسكر العربي الثالث عسكر العربي اللعبة الثالثة الترجيحية الثالثة. عسكر عسكر ومحسن لعنزي صدها صدها محسن لعنزي صدها محسن لعنزي صدها برافو. أحمد دياب الثالثة أحمد جول جول. الرابع للعربي اللنقاوي اللنقاوي ومحسن لعنزي اللنقاوي ومحسن لعنزي واللنقاوي واللنقاوي جول. اللنقاوي جول. أصبح العربي شاء لعب أربع. محمد مبارك صدها صدها. باشا محسن باشا جول. هنا 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 هذه الآن يا عم تجدد وسمير سعيد ومحمد والعربي وسمير سعيد هو اللي ينقذ العربي. طبعا الجماهير العرباوية فرحت في الفوز هذا خصوصا انه اتى بعد مثل ما استفدت بالذكر انه اتى بعد تسع سنوات ما احرز كاس الامير. استطاع النادي العربي واخذها من غريب تغريد يعني البطوله لما تاخذها من نادي يعني جماهير العرباويه لما تاخذ بطوله من نادي القادسيه لها لذه. ونفس الطريقه نادي القادسيه قبلها موسمين 89 لما اخذ البطوله هم كانت لها لذه خصوصا ان الموسم هذا تقاسم القادسيه والعربي مسابقات المسابقات المحليه العربي بطل كاس الامير القادسيه بطل الدوري. بالنسبه لي كانت شعور جيد وجميل خاصه ان خذينا الكاس بعد يمكن 9 سنوات ما خذينا كاس الامير وبطوله غاليه علينا وعلى حتى الشعب الكويتي والجمهور العربي خاصه. كان لا تنسى بعد من منافس قوي ومنافس عنيد اللي هو نادي القادسيه والفوز على نادي القادسية له طعم وله لذة أكثر من الفرق الثانية ولا يزعم مني جمهور القادسية بس هذا الواقع. أنا قلت لك يعني أنا ما كنت جاي يعني للمباراة هذه معد أو مهيئ نفسيا أو معنويا أو هذا بس أنا بما أني صرت في 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 مرحلة أني لابد أني أدافع عن أنوار الأصفر الحمد لله كنا مع الإخوان اللاعبين وقدرنا نأدي الدور اللي نقدر عليه على أكمل وجه. المباراة هذه نهائية يعني ممكن انك انت تفوز فيها وممكن انك انت تخسر فلا بد نفس انت ما تبي تفرح في غيرك بيفرح فلا بد انك كرياضي لا بد تقبل المباراه سواء فوزها او خسارتها بكل روح رياضيه. فاعتقد ان هذا شيء كبير كانت خاصه نهائي كاس الامير وقلت لك في مناسبه غاليه علينا اول شيء كاس نهائي حضره صاحب السمو والشغله الثانيه بعد التحرير بعد تحرير الكويت من غزو غاشم قلت لك فكانت المناسبة مناسبتين وفرحة فرحتين والمسؤولية صارت مسؤولية مضاعفة علي أنا كمدرب وكلاعبين وكمجلس إدارة وكعرباوية كجمهور. فأعتقد أنها كانت صراحة مسؤولية كبيرة لكن الحمد لله توفقت فيها توفيق من الله والحمد لله اللي كانوا معاي. يعني دائما في كرة القدم تحتاج ناس يساندونك برا الملعب يعني المباراة الناس يمكن الجمهور المتفرج العادي يفكر المباراة 90 دقيقة وخلاص 90 دقيقة داخل الملعب وخلاص لا في أمور كثيرة تساعد في أمور بسيطة جدا وقليلة تساعد على إنجاز 90 دقيقة تساعد على أداء 90 دقيقة صح تساعد على أمور كثيرة. فالحمد لله اللي كانوا معي كانوا رجال أمانة كإدارة كجهاز فني كجهاز طبي ولاعبين كانوا رجال وفعلا ساعدوني على أداء المهمة الصح داخل الملعب. ويا لها من فرحة غامرة انطلقت في اللحظة التي تمكن خلالها الحارس العملاق سمير سعيد من التصدي
لركلة الجزاء الأخيرة لتنطلق أفراح الجماهير العرباوية بتحقيق الأخضر لقب كأس الأمير للمرة التاسعة. سامي الحشاش، سامي الحشاش يحمل كأس، قيمة هذا الكأس 7000 دينار، كأس جديد، كأس سادس، والكأس الأول امتلكه العربي، الكأس الثاني امتلكه القادسية، الكأس الثالث والرابع امتلكه الكويت. سمير سعيد الله يرحمه، يعني شهادتي فيه مجروحة. سمير سعيد حتى من أيام الدوري، أنا عفوا أروح عن كأس أروح الدوري، كنا سنة من السنين خذينا الدوري على إن هدف واحد، تخيل فريق يلعب دوري يعني 14 مباراة يدخل عليك هدف واحد، والهدف الواحد يعني ما كان سمير سعيد حارس المرمى، كان الله يذكره الخير عبد الرضا عباس. أول مباراة كان سمير مصاب، رد سمير ويانا يعني المباريات كلها لعبناها ولا هدف علينا. سمير سعيد يعني ذاك اليوم أبدع للأمانة، يعني كان جدا تركيزه عالي كل الركلات، يعني حارس يصد 3 ركلات ترجيحية في مباراة واحدة، أعتقد هذا عمل كبير كان من الله يرحمه سمير سعيد. يعني حتى شفته يعني بعد ركلة محمد بنيان الأخيرة اللي حسمت اللقب، شنو كانت فرحته وركضته حوالين الملعب الله يرحمه سمير سعيد. لكن عندنا قلت لك عندنا عملاق في حراس المرمى، وسمير سعيد صاد يعني كان وما خب يعني الثقل اللي كنت حاطه ووصل مباراة ترجيحية، فعلا سمير سعيد داهلنا وصد 3 ضربات ترجيحية، يعني ما ضاعوا وهو صدهم 3 ضربات ترجيحية وفزنا في الكاس أمانة في ضربات ترجيحية. سمير يعني البطولة بطولتك، احنا اللي علينا سوينا خلاص، مثل ما تقول الكرة في ملعبك انت. حتى قال عندي ان شاء الله بس احد يكلمني خلوني اركز على اللعب، والله يرحمه. وصد 3 بلنتيات من 3 محمد، محمد جاسم، محمد مبارك، محمد بنيان. طبعا احنا كلنا لما نذكر المباراة هذه نذكر الحالة الهستيرية اللي عاشها الله يرحمه سمير سعيد. طبعا سمير سعيد سبحان الله يعني محسن العنزي لما كان يتصدر ركلة كان تبين عليه الفرحة، حتى لدرجة أن لعيبة القادسية تجهول من منتصف الملعب اللي هو عبيد الشمري ويباركوا له في تبين الفرحة. سمير سعيد كان يتصدر الركلة ولا كأنه صد بلنتي، يعني فكان يعيش طقوس وقت ضربات الترجيحية، كان الوحدة يعني يتصدر ركلة الجزاء رحمة الله عليه ويتجه للمقعد المكان المخصص لحراس المرمى، ونفس الطريقه يرجع ويتصدى، الا ان الكبت هذا اللي كان موجود فيه الله يرحمه بين عليه في اخر ركله اللي تصدانا مات الكابتن محمد بنيان. الكل شاف سمير سعيد وهو يركض بحاله هستيريه تجاه حبه وعشقه اللي هو الجماهير، فتجب بحاله هستيريه للجمهور العربي يومه، حتى شيخ المعلقين ويوسف قال سمير سعيد هو من أهل العربي، أو سمير سعيد هو اللي فوز العربي في المباراة هذه. تعتبر هذه المباراة من أعظم المباريات طوال مسيرة الحارس الراحل سمير سعيد رحمه الله، والتي تمكن خلالها من التصدي ل3 ركلات ترجيحية من لاعبي القادسية، وهم محمد جاسم، محمد مبارك، ومحمد بنيان، ليقود فريقه لنيل الكأس. Thank you.
الحمد لله رب العالمين. أنا بعد المباراة ثاني يوم صدر تقريبا مقالة كاملة حق أخوي الله يذكره بالخير أبو ناصر، كان وقتها مدير الكرة في ذاك الوقت وعضو مجلس إدارة بدر الحميدي أمسي عليه، طلع في مقالة في جريدة الغبس قال نعم خسرنا المباراة ولكن كسبنا حارس المستقبل. فهذه المقالة ما زلت أنا أحتفظ فيها، وأتشرف إنه يقول عني شخص رياضي وزير سابق أخوي بدر الحميدي إن أشاد في مستواي، وقال إحنا كسبنا العنزي كحارس لنادي القادسية في المستقبل. أعتقد مباراة كانت حلوة ونتيجة حلوة، وهذه يمكن كانت حتى أذكر ثاني يوم الجرائد كاتبين إن أنا راح استريح من بعد البطولة هذه، ما راح أكمل، يعني كأنه آخر بطولة حقي. بس النادي كملت بعد موسم بعدها وقدرنا ناخذ بطولة الدوري بعد. طبعا تطرق الصحافة المانشيتات كلها اتجهت إلى تصريح واحد اللي هي العربي يحرز بطولة، أول بطولة بعد التحرير، العربي يحرز البطولة بالركلات الترجيحية أمام غريمة التقليدي اللي هو نادي القادسية. طبعا احنا نعرف شنو إثارة الصحافة في تلك الفترة وضغوط وش كثر كانت تمثل من ضغط على اللاعبين، لكن أنا أتكلم بشكل عام أن الصحافة غطت المباراة تغطية كاملة وتغطية محايدة يعني في تلك المباراة يعني.